السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا عايزين نطلع بقى الحته دي، احنا قلنا عليها الحته اللي هي بتاعت الابزيمه بالسروج. هنجيب ورقه زي كده ونكسرها، نكسرها كويس، وطبعا هنكسر كسره الحته دي كده معايا، وهنروح هنا معلمين عند الحته اللي عند استفتاح السمك اللي احنا علمناه اهو اهو، وهنا برضو هنكسر في النص كده معايا، كسرناه في النص بحيث ان احنا نجيب الايه العلامه اللي احنا جايبينها هنا كده اهي. وطبعا هروح انا جاي كده واروح واخد اخر العلام عند العلام بتاعي بتاع السمك اللي انا عملته، ماشي؟ يبقى انا كده ايه جبت الفرده كامله، وابتدي بقى ايه اظبط انا في الخطوط بتاعتي بقى اهي. اوضح العلام شويه، عشان ما كانش واضح. تمام. واروح طبعا بالسكينه كده، واروح واخد طبعا علاماتي كلها مظبوطه، واطلع بالراحه كده كده. يبقى انا خدت الايه، خدت مكان اللي هيركب فيها الابزيم. تمام، خدت مكان اللي هيركب فيها الابزيم. طبعا لو في اي حاجه بحاول انا اعملها بالصنفره، لو في اي حاجه مش متظبطه معايا بصنفرها كويس حلو، بحيث تطلع الفرده مظبوطة ما فيهاش أي حاجة. الصنفرة اللي هي الخشنة دي، بحيث تطلع الدوران بتاعي عندي الدورانات كلها إيه سليمة، ومن هنا برضو الدورانات كلها إيه سليمة. طيب بنيجي هنا ونعمل بقى الإدوار الغرز السلوك اللي محطوطة دي. هنخرم واحد اتنين تلاتة أربعة، وقصاده برضو واحد اتنين تلاتة أربعة. معايا أهو، واحد اتنين تلاتة أربعة، جنب التاني واحد اتنين تلاتة أربعة. بعد كده طبعا ده بقى الخيط السلوك اللي هيجي بقى كده، كأن ده الخيط السلوك اللي هيركب كده، ده كأن الخيط السروجي اللي هيركب هنا كده. يبقى انا كده حددت مكان الاخرام ومكان الخياطه، وهرجع برضو اخرم مكان الايه مكان الابزيمه. كده انا عرفت ان الابزيمه هتركب هنا كده، هروح محدد مكانها كده، واروح اعمل لها خرم مكان الابزيمه، بحيث تبقى كل حاجه عندي مظبوطه، كل حاجه عندي تبقى ايه مظبوطه. كده انا عرفت مكان كل حاجه مظبوطه اهي، بخرم وبعمل شيشني كده على شغلي معايا، تطلع بعد كده الفرده معايا مظبوطه، وبخرم خرم في النص الدكولتيه اللي هو البند الاولاني، وتطلع معايا الفرده ما فيهاش اي حاجه خالص. تمام كده تبقى زي الفل، ماشي. ده بالنسبه للكروكي اللي هو الايه اللي احنا طلعنا عليه الشغل. بنظبط احنا بعد كده بقى كروكي عشان نديه الايه لصاحب المصنع اللي هو ايه هيشتغل فيه على طول. تمام، هنعمل كروكي لصاحب المصنع اللي هيشتغل فيه على طول، بحيث يبقى كل البيانات عنده وكل حاجه مظبوطه معاه.
تمام. بكده يبقى احنا ايه خلصنا الكروك اللي احنا ايه عايزينه. عملنا كل حاجة للورشجي او صاحب المصنع اللي هيطلع يشتغل ورانا على طول. تمام. طبعا احنا بنقطع على نفس العلام بالظبط اللي احنا واخدينه، ولا نزود ولا نقلل، بناخد على نفس العلام بالظبط اللي احنا واخدينه. كده بقى احنا خلصنا الكروكي، بنكسر في النص على الكسر اللي احنا عاملينه. علشان ناخد خرم الايه الابزيمه. طبعا دي ابزيمه بتشنيفه، بنحددها اهي كده، وبتطلع معايا بالظبط. بطلع اديها الخرم بتاعها كده، وهنا بيركب فيها الكبسوله ذكر وانتايه، تطلع بالشكل العام اللي احنا شايفينه ده كده. وهنيجي طبعا نحدد، احنا هنعمل كروكي تاني الفردة. اللي هي دي عشان تطلع معايا ايه، تطلع معايا مظبوطة، تطلع معايا مظبوطة معايا. بطلع بعد كده اخرمها واديها الخرم بتاع الابزيم. طيب هنا في حاجه هنا احنا نسينا نعملها. بعد ما بنراجع الشغل بنتاكد ان في حاجه ما اتعملتش. طبعا هناخد مقاسات الحته ديت اللي فاضله دي كده سنتي ونص اهي، وهنا سنتي ونص، وهنا كده 3 سنتي. طيب اهي دي كده سنتي ونص اهي، وهنا سنتي ونص، ودي 3 سنتي. هاجي هنا عند العلام ده، هروح واخد السنتي ونص بتاعي واروح معلم عليه. تمام. واجي هنا من تحت وعلم على السنتي ونص بتاعي، واجي هنا اروح معلم عند 3 سنتي، وبعد كده اوصلهم ببعض واخدهم بالدوران الحلو اللي انا عامله ده اهو. وبعد كده بضطر ان انا ايه اشقهم او افتحهم عشان اعملهم على الكروكي اللي هو الايه
اللي احنا هنوديه للايه لصاحب المصنع او الورشه. طبعا زي ما احنا شايفين كده بنعمل الحاجه وما نستعجلش نفسينا، بنكسر كده الدكولتيه اللي هو البند اللي التاني اللي بيتركب فيه الابسين، ونروح جايين على تمام كده اهو، ونروح معلمين كده عشان يبقى فيه خط دغري، وهنا عشان يبقى خط دغري كده، ونفتح الفردة بنفس الطريقة اللي احنا شايفينها كده. تمام اهو. وبكده يبقى انا خلصت الكروكي دوت. كده يبقى انا فتحتها. طبعا هنا اروح جاي معلم كده اهي، جت مظبوطه زي الفرده ماشي. وده طبعا الشكل العام بتاع كانه الخياطه، الشكل العام بتاع الخياطه اهو. وهنا طبعا الابزيمه بتركب تمام. وهنا التشنيفه بتركب على اول الصنبك كده معايا، ودي بتركب بقى كده. بكده بقى انا خلصت الايه الكروكي. طب انا عايز اطمن على شغلي اعمل ايه؟ هتخيل مثلا ان انا لزقت الفرده دي كده معايا وخيطتها سروجي اهو، بحاجة بسيطة كده عشان برضو ايه وهنا طبعا كأن انا مركبها ذكر وانتايا. تمام. باجي هنا واروح اطمن على شغلي، واروح جاي زي ما انت شايفين كده الحرف ده اهو المفروض يجي دغري كده، بروح حاطه جنبي وكأن انا دهنته ولزقته، وكأني دهنت ولزق اهو. باجي الجنب التاني نفس النظام برضو، بحاول انا احطهم جنب بعض كده اهو، بحيث يبقى ده جاي دغري هنا جاي دغري، كأن انا لازق الاتنين جنب بعض اهو. ده كأن دهان ولزق. طبعا زي ما احنا شايفين كده الفرده عامله ايه، بص عامله كامبريه، ده اسمه كامبريه. بص كده من هنا كده انت شايف الارتفاع ده، الارتفاع ده هو ده كانه هو ده الكامبريه بتاع الايه بتاع الشبشب. بنيجي طبعا نطمن على شغلنا اهو. هنا اول العلام وهنا اول العلام، عشان نطمن على شغلنا اكتر بنجيب مسمار، ودي كرتونه كده مسمار شيشه، ودي كرتونه، ونروح عاملين لها زي خرم صغير كده ماشي، عشان نطمن على شغلنا اكتر. طبعا بنظبط احنا البدايه اهي، ونروح حاطين المسمار كده كأن انا دلوقتي ايه بلزق
يعني كاني دهنت كله بروتان وبلزق. يعني انا دهنت كله بروتان من هنا ودهنت كله بروتان من هنا وطالع عشان ايه؟ الزق اهو، عشان انا اطمن على الشغل قبل ما اوديه لمين؟ قبل ما اوديه لصاحب المصنع او اوديه للورشه. تمام؟ واجي كده الحمد لله جت تمام على الاخر ايه؟ واجي هنا عند اخر عند اخر البتاع كاني بلزق كله بادنج في الوقت. طبعا طلعت مظبوطه، وبرده بروح ايه؟ مديها مسمار، وبرده مسمار في النص كده. انا امنت على ايه؟ الجنب بره. وباجي هنا الحمد لله ايه؟ زي ما احنا شايفين كده اهي. نفس النظام برضو وانا كده كأن انا اللي بشدها وبلزقها وبضربها في القالب. كل ده تظبيط شغل. جت معايا مستريحة اهي تمام. كده الحمد لله الفردة طلعت معايا مظبوطة. الفتحة اللي في الجنب الكمبري بتاعها طلع مظبوط. الفردة كده طلعت معايا بقى متصفية. الفردة كده طلعت معايا متصفية ما فيهاش أي إيه حاجة أهو. تمام كده معايا؟ كده يبقى إحنا خلصنا الفردة الخليجي زي الفردة الأصلية بالظبط. معايا؟ كده أنا بقى بضرب بعد ما بخلص الفندي كأن الفندي من غير القالب. يعني ده كأن الفندي من غير القالب. لما اجي اضرب القالب كانه شغله رد تطلع الفرده متصفيه معايا. يجي الزبون يقسى يطلع ولا فيها وسع ولا فيها ضيق، تطلع محكومه في رجليه. تمام كده؟ كده خلصنا ايه؟ الحمد لله. ما تنسوناش بقى في اللايك والشير. ماشي؟ السلام عليكم.